هو؟ أيوة هو، هو الصوت المزعج اللي انت عارفه كويس وبتهرب منه على طول. هو الصوت المثير للجدل زي كليتنا بالظبط. هتلاقي اللي بيقولك لا دي صعبة ومتعبة، وفي اللي بيقولك دي أسهل كلية في المجمع النظري كله. يا عم دي 32 سنة ولسان، ما كانش مستاهلة يعملوا لها كلية يعني. عرفتوها؟ طبعا كلية طب الأسنان. انا شرو محمد، طالبه في الفرقه الخامسه كليه طب اسنان جامعه اسكندريه. وانا سندريلا ياسر، طالبه بالفرقه الثالثه كليه طب اسنان جامعه اسكندريه. تعالى بقى احنا نحكي لك عنها وشوف هي فعلا زي ما بيقولوا ولا الموضوع اكبر من كده. في كليتنا هتحقق فيها كل طموحاتك، يعني لو كان نفسك تكون مهندس هتلاقي عندنا، حتى لو نفسك تكون دكتور هتلاقي برضو عندنا، حتى لو كان نفسك تكون رسام هتلاقي عندنا فول اوبشنز يعني. وعشان كده هتلاقي اغلب الطلبه والدكاتره بتحب المعادله دي، دي دنتست اي ان انجينير اي اس تي ارتست دنتست، عشان كده برضو بيسمونا سمايل ميكرز. طيب هو الكليه دي ندخلها ازاي بقى؟ شروط الكليه عندنا ان انت تدخلها هو في الاول انك تكون طالب في شعبه علمي علوم، وتاني حاجه والشرط الوحيد هو ان انت تكون جايب الحد الادنى للقبول في الكليه دي، يعني لازم تكون جايب مجموعه. طب والمهم اللي انت تعرف هو تنسيق الدفعتين اللي فاتوا. ليه بالذات الدفعتين اللي فاتوا؟ لان هما بينطبق عليهم نظام الثانويه العامه الجديده بتاعك. فتنسيق الدفعه اللي فاتت كان لدفعه 2022 كان الحد الادنى لجامعه اسكندريه 91.71%، والحد الادنى على مستوى الجمهوريه كان 91.34%. اما دفعه 2021 دفعه الدبلت اللي هي دفعتي كان الحد الادنى لجامعه اسكندريه 90.97، والحد الادنى على مستوى الجمهوريه 90.24. مهم ان انت تعرف الدفعتين دول، مهم ان انت تعرف الحد الادنى على مستوى الجمهوريه، لان انت ممكن تدخل كليه في التنسيق غير جامعه اسكندريه وتعمل تقليل اختراق وتيجي. طيب هو نظام الكليه عندنا ما فيهوش اي مقابلات شخصيه، ما فيهوش اي انترفيوهات، ما عندناش اقسام جوه الكليه دي محتاج تنسيق داخلي مثلا او كده. فكلنا من اول ما بندخل الكليه من اول يوم لاخر يوم كلنا بناخد نفس الحاجه، فكلنا اسره مع بعضينا يعني. طيب نظام الكليه عندنا شغال بنظام الجي بي اي، طبعا كلكم عرفتوه، والساعات اللي انت محتاجها علشان تتخرج من الكليه عندنا للاسف 193 ساعة، وتقريبا ده أكبر عدد ساعات انتوا سمعتوه لحد دلوقتي. طيب ما تخافش، هو العدد الساعات دي بتتقسم على الخمس سنين، على سنين الكلية كلها بالشكل ده، يعني كل ساعة بتاخد كل سنة بتاخد عدد ساعات معين. خمس سنين دراسة وسنة واحدة امتياز، يعني في الوقت اللي أصحابك كلهم في الكلية النظرية بيتخرجوا أنت لسه هيكون قدامك سنتين كمان. بس ما تقلقش، آخر سنة دي بتبقى عبارة عن سنة عملي بس، ما فيهاش أي شغل، ما فيهاش أي حاجة. وبتحسب طبعا أنك عشان طالب أسنان فأنت هتدرس مواد أسنان بس. لا، بيتهيأ لك. احنا سنين الدراسة عندنا متقسمة بالنص بالظبط، سنتين ونص وسنتين ونص. سنتين ونص الأولانيين هم البري كلينيكال أو ما قبل العيادات، بتاخد فيها مواد اللي تأهلك إن أنت تدخل عيادة تعمل مع جسم بشري أنت لسه مش عارف إيه هو، تستخدم مواد معينة تعرف تستخدمها إزاي، مش أي حاجة بنحطها وخلاص. فبناخد مواد من بشري، مواد من علوم، مواد من صيدلة، مواد من كليات كتير جدا. فممكن تاخد من بشري مواد زي فيسيولوجي، أناتومي، هيستولوجي. ما تخافش، دي مش تعويذ يعني. الفيسيولوجي دي هي علم وظائف الاعضاء، تعرف كل عضو في جسمك شغال ازاي، بيعمل ايه. الاناتومي دي بتاخد فيها تشريح كل حاجه في المنطقه اللي تخصك كدكتور اسنان، الراس والرقبه. وبجد الماده دي توكسيك، يعني بتاخد فيها كل التفاصيل اللي ممكن تتخيلها في حياتك في الجزء ده، يعني حتى لو في خرم صغير قد كده هتعرف برده هو ايه. وكمان في ماده اسمها هيستولوجي، الماده دي محتاجه واحد نظره 6/6، هي نظرة دقيقة جدا جدا لمستوى الخلية حتى، فبتعرف فيها تكوينات صغيرة جدا في الجسم، وكل تشو مختلف عن التاني، وكلها هم لونين بس، احنا هم لونين بس بناخدهم، البينك والموف. يعني مثلا دي سلايد في الكلى غير دي غير دي، كلهم حاجات مختلفة عن بعض في نفس الجزء عادي. طيب بتاخد مواد كمان زي الفارماكولوجي، الفارماكولوجي دي فارما شبه فارماسي، فهي علم الادويه، بتعرف فيها الادويه دي بنستخدمها ازاي، بنعمل بيها ايه، ايه التعرضات اللي ممكن تعملها مع ادويه ثانيه، بتعالج ازاي، وكل الحاجات دي. بتاخد ماده كمان اسمها المايكروبيولوجي، المايكروبيولوجي دي بتعرف الاجسام الصغيره اللي ممكن تدخل جسمك وتسبب لك امراض وازاي تعالجها.
طيب في كمان مادة اسمها الباثولوجي. مادة الباثولوجي دي بتاخد فيها أمراض زي الضغط والسكر. يعني أنا دكتور أسنان أنا مالي في كل ده؟ يا بنت استني بس، هو أنت عارفة أن دكتور أسنان ممكن يشخص واحد عنده السكر لأن لا أسنانه متلخلعة، يلاقي اللثة بتاعته ملتهبة، يلاقي عنده تسوس منتشر جدا في بقه. وناخد مادة كمان أو ناخد مرض كمان مثلا زي الأزمة، اسمها أزمة مش استحمى زي ما كنت بتقولوها. هتاخد كمان يعني مواد هي بصراحة يعني ملهاش علاقة قوي بالتخصص بتاعنا، بس بناخدها كده عشان بقية الكليات ما تقولش علينا حاجة، زي الزيولوجي، فيزيكس، اي تي. يعني بجد المرة دي انا مالي يا بنتي؟ خديهم معاكي لعلم نور، هو انت اول حاجة تاخديها يعني؟ طيب بناخد مادة كمان اسمها باي كيمستري. بنعرف في المادة دي ان انت لو كلت حاجة ازاي بتتهضم، زي الدهون، السكر، البروتين، كل الحاجات دي بتعرف هي بتتهضم ازاي. يعني ما نحشيش دروس؟ لا ما نحشيش دروس دلوقتي. هو انت عارفة الدرس ده شكله ايه اصلا، ولا تعملي بيه ايه، ولا تحطي فيه الحشو ده ازاي؟ فعشان كده اول ما بتدخل الكلية بيخلوك تاخد مادة اسمها دنتل مورفولوجي. في الدنتل مورفولوجي بتعرف فيها عدد السنان، شكلهم مختلف، الضرس عن السن عن الناب، بتعرف فيها كل التفاصيل اللي موجودة في كل سنة وضرس موجودة عندك في التجويف الفمي. طيب بيدوك كمان قالب واكس شبه ده كده، هو ملوش اي ملامح، ملوش اي شكل، هو بتاع كده غريب لونه ازرق، وبيقولوا لك عايزينك تحوله من ده للاشكال دي كده، تصرف ملناش دعوه. فانت بتحول حاجه مبهمه ملهاش اي ملامح لشكل فني علمي جميل جدا. فزي ما قلنا لكم، مش بقول لك فنان، فنان فنان جدا. فبتاخد كمان مادة اسمها أورال بيولوجي. في الأورال بيولوجي دي بتعرف كل حاجة في الجسم اللي في السنة أو في اللثة أو في العظم بتاع الأورال كافيتي اتكونت ازاي وتعاملت ازاي، وازاي ان انت تعاملك معاها كدكتور بيختلف. يعني تعاملك مع السنة غير اللثة غير العظم، كل حاجة تعاملك فيها بيختلف عن التاني. بتاخد كمان مادة هي شوية مقادير كده بصراحة، تحط مثلا بودرة على مية يطلع لك حاجة شبه العينة، تاخد بيها مقاس السنة مثلا. فدي مادة الدنتال باي ماتيريالز، تعرف فيها المواد اللي انت بقى هتحطها في بق البيشنت ده او الحالة دي بتتكون ازاي او معروفة ازاي. ندخل بقى على الشغل العملي. كل اللي انتوا سمعتوه ده في اول سنتين في الكلية. نخش سنة تالتة بقى نبدأ نلبس السكراب ونشيل بوكس الادوات ونروح الكلية كل يوم، الدكتور رايح الدكتور جاي. فهنبدأ أول مادة ناخدها وهي الأورال باثولوجي. دي أصعب مادة ممكن تقابلوها في حياتكم، ولكن كل ما تقرب تتخرج هتعرف هي قد إيه مهمة، علشان بتعرفنا كل الأمراض اللي بتيجي في الفم. يعني هتفهم إيه القرح اللي بتيجي في الفم، بتيجي في اللثة، هتفهم ليه أسناننا بتسوس وإزاي بتسوس وكل الحاجات اللي إحنا مش فاهمينها دي. معانا مادة تانية اسمها الأوبرتيف، ودي اللي بندرس فيها الحشوات. يعني ايه هي الحشوات، ايه أنواعها، ازاي بنحشي. يعني الدرس اللي سوس ده هنسيبه مسوس؟ لا هنحشي. فكلنا جربنا حشو يعني وفاهمين احنا بنتكلم عن ايه. عندنا بقى الاندو او حشو العصب. يعني كلنا بالليل سناننا بتوجعنا، كلنا جربنا ألم العصب. ففي المادة دي احنا هناخد ليه أصلاً ممكن الأعصاب تلتهب، ازاي بنعالجها، طب لو ملهاش علاج ازاي بنشيلها، ازاي بننظف القنوات العصبية، ازاي بنحشيها تاني، وكل هكذا. بس خليك عارف ان في عيادة الاندو دي هي اكتر عياده هيطلع فيها ظهرك وجعك، يعني هتندم فيه في اليوم اللي انت دخلت فيه الكلية. ففي الأحسن اعرف حد من علاج طبيعي من دلوقتي. هنيجي بقى للكراون او التلبيسة او بمعنى اخر الطربوش. احنا الدرس لما بنعمل له حشو عصب هو اصلا احنا كده قطعنا الغذاء عنه، فما عادش واصل له غذاء، فالدرس بقى ضعيف. فاحنا محتاجين نحميه بان احنا هنحط له تلبيسة، ودي بتكون شبه السنة الاصلية بالظبط لدرجة ان انت اصلا مش هتعرف تفرقها. عندنا الأرثو او التقويم. انا ما شفتش ناس مركبه تقويم في حياتي قد الناس اللي لما دخلت الكليه شفتهم. هو طالب اسنان اول ما يخش الكليه اللي هو يا نهار ابيض، انا دكتور اسنان واسناني بايظه، انا لازم اصلح الدنيا. بس في الماده دي انت فعلا هتعرف اهميه مجالنا، عشان هتشوف قد ايه التقويم ده بيفرق في حياه ناس وبيغير في شكلهم وبيخليهم واثقين في نفسهم اكتر وبيعرفوا يضحكوا. عندنا السيرجري او الجراحه. المادة دي مش لأصحاب القلوب الضعيفة، وللأسف بيبقى أغلبهم بنات. إحنا هنا ممكن تحس بإحساس السنة وهي بتطلع من العظم، هو بيبقى إحساس رائع الصراحة. بس الموضوع مش مقتصر على الخلع بس، ممكن الدرس يكون مدفون، فإحنا بنفتح وبنطلع الدرس وبنخيط تاني. ممكن يحتاج زراعة عظم، ممكن يحتاج زراعة أسنان، أي حاجة فيها دم مش بنقول لها لأ. عندنا البروسيز.
انا اول ما دخلت الكليه انا اصلا ما كنتش عارفه انطقها، يعني قعدت فتره كبيره عرفت ما عرفت انطقها وما كنتش فاهمه معناها لحد ما حد قال لي اسمها الاستعاضه. لو ايه ده انا مش فاهمه يا ريتك ما قلت والله. فدي الماده اللي العيان هيدخل فيها العياده ما عندوش سنان خالص ويطلع بيها عنده طقم اسنان كامل متحرك شبه اسنانه الطبيعيه. وطبعا انتوا واخدين بالكم قد ايه الاسنان بتفرق في الشكل بتاع الوش. عندنا البريوم او دي الماده اللي بنتعامل فيها مع صحه الاسنان واللثه. دي الماده اللي بنتعلم فيها تنظيف الجير، ازاي نعالج اللثه الملتهبه والحاجات دي كلها. عندنا البيدو ودي قسم طولة البال، يعني لو اول ما الطفل يخش العياده افتح بقك يا حبيبي افتح بقك يا بابا يلا هنرش ميه على السوسه بس، واول ما تزعق هتكتفه في الكرسي وتشتغل. بس في حاجه ورد بتحصل في العياده دي وهي ان الطفل بيخش اسنانه مسوسه جدا، فبنقول له يعني انت بص السويتس مبوظه اسنانك ازاي، فبعد ما نحشيها ونظبط الدنيا وكل حاجه انت كنت شطور معانا النهارده ونطلع له الشوكليت اتفضل. فا ايه اخر ترم بقى في الكليه وهي عندنا مشروعين تخرج، حاجه اسمها السي سي سي وحاجه اسمها السي بي سي. ده هتجيب حاله هي عندها اسنان بس اسنانها متدشمله حرفيا، هي محتاجه حشوات محتاجه تلابيس محتاجه كوبري محتاجه حشو عصب محتاجه كل حاجه، فبناخدها بنعالج كل حاجه فيها حرفيا، بنعالج اللثه بنعالج الاسنان فبتبقى تتحول من دي لدي. طب انت خلصت بقى 5 سنين الكليه وخلصت مشروع التخرج بتاعك وسلمت ونجحت بقى ايه بقيت دكتور؟ لا الحكومه تقول لك معلش هنرجع تاني كده، عندك سنه الاول تخلصها عشان تبقى دكتور تقدر تاخد شهاده وتشتغل وتفتح عياده براحتك. هي سنه 12 شهر مش ترمين زي بتوع الدراسه، 12 شهر متقسموا بالنص 6 شهور جوه عيادات الكليه عندنا في الكليه و6 شهور بيوزعوك بقى بره على مستشفيات حكوميه مستوصفات حكوميه. كل هدف السنه الامتياز دي ان هي تعلمك وتخليك احسن بكتير في شغل العمل، لان طب الاسنان معتمد بشكل كبير جدا او تقريبا كليا على شغل العمل بتاعك ان انت ايدك تكون كويسه في الشغل. طبعا انت بتحسب انك عشان دكتور اسنان انت هتقبض بالاخضر، دي حقيقه بس مش الاخضر ده، الاخضر ده انت اول قبض بتقبضه في حياتك بيبقى في سنه الامتياز وبيكون عباره عن 2800 جنيه، بس عشان اكون صريحه معاكم هما بينزلوا متاخر في العياده. كتر خيرهم والله. طيب بعد ما خلصت سنه الامتياز دي خلاص كده براحتي بقى انطلق. هو بصراحه يعني في موضوع التكليف ده زي دكتور سمير كده بالظبط بيروح مستوصف او مستشفى حكوميه بيمارس هناك برضو المهنه لمده سنتين، بس هل التكليف اكيد؟ هل هيبقى كلي؟ هل هيبقى جزئي؟ هل هيتلغى خالص؟ لسه الموضوع عليه كلام ومش اكيد، يعني كل دفعة وزي ما ربنا بيكرم بقى. نيجي بقى لأهم حاجة مستنينا النهاردة وهي سوق العمل. فإحنا أول ما نتخرج أو ما نخلص الامتياز عندنا كذا أوبشن نختار منهم. والله أنت لو كنت متفوقين ومترتب على الدفعة عيب عليك إنك تتعين في الكلية وتبقى من هيئة التدريس، ولو مش ده هيبقى إنك قدامك طريق بقى سوق العمل وتشتغل تفتح عيادة مثلا، تروح تقدم السي في بتاعك في عيادة، ولكن ممكن كمان تعمل معادلات أجنبية وتتكل على الله. ولكن في كلام عن كلية طب الأسنان إن هي ما عادش ليها مستقبل، سوق العمل بقى مكتفي من الدكاتره، فانا جاي اقول لكم الكلام ده حقيقه، يعني هم مش بيخوفونك من الكليه وخلاص، ولكن عشان كده يعني المنافسه بقت عاليه، وانت عشان تلاقي لنفسك مكان لازم تبقى مميز، اصل ليه هيقبلك انت عن 100 واحد اللي مقدم؟ يعني مش عشان سواد عيونك، فلازم تكون انت هتقدم له حاجه غيرك مش هيعرف يقدمها. تكون متميز، يعني تعمل حاجة زي ما شو قالت كده غيرك مش هعملها، هتكون متميز بأن أنت تطور من نفسك في الحاجات اللي مش هتلاقي غيرك بيعرف يعملها. يعني كلنا في الكلية هناخد نفس المواد، عندنا نفس هيئة التدريس، كلنا بناخد نفس كل حاجة، بس اللي هيميزك أنت عن غيرك هو أن أنت بتقدر تعمل حاجات أنت تعلمتها بنفسك. فمهما كانت الكلية والستاف بتاع التدريس كويس جدا، أنت محتاج تشتغل على نفسك بالسلف ليرنينج، تعلم نفسك حاجات. زي إيه مثلا؟ زي قدمت الفوتوغرافي، التصوير. التصوير ده مهم جدا جدا للدكاتره اللي بتوثق الحالات بتاعتها، يعني توريك الصوره قبل ما اشتغلت بعد ما اشتغلت، لو انت عايز توديها لمجلات وصحف عالميه تعرض فيها شغلك، لو انت مثلا عايز تعمل دراسات عليا فتوري الشغل بتاعك اختلف ازاي وكل الكلام ده. في حاجات كمان مهمه جدا تعرفها هي الديجيتال ديزايننج،
شايفين اللي بيحصل ده؟ هو بدل ما كنا بنعمل كل حاجة بإيدينا بقينا دلوقتي بنعمل كل حاجة على الكمبيوتر. هو سوفت وير بتعمل سكاننج لبق العيان، بدل ما كنت بتاخد عجينة اللي هي بتزهق دي وتقعد تاخد بيها مقاسات وبتاع، لا بتعمل سكان كل الأورال كافيتي كأنها كاميرا، بتطلعها على السوفت وير بتاع الكمبيوتر ويبدأ بقى هو تبدأ تصمم عليها كأنك بترسم حاجة بإيدك بالظبط. وفي حاجة بجد في ثانية إلا ثانية، والمكان ده واعد جدا للمستقبل لأن كل حاجة دلوقتي بقت ديجيتال. ممكن كمان تقدم محتوى طبي على السوشيال ميديا، ده هيفيدك كماركتينج لنفسك. يعني مثلا عاد ان ما تتخرج وتفتح عياده هتكون الناس كلها عارفاك وحابينك، وده هيخليك معروف اكتر في السوق. وممكن كمان يكون عندك كوميونيكيشن سكيلز كويسه وتعرف تتعامل مع الحالات. يعني انت لازم تكون عندك كوميونيكيشن سكيلز علشان تخلي المريض يثق فيك ويكون واثق في العلاج اللي انت هتديهولك. اصل ممكن يكون في دكتور شاطر جدا بس مش عارف يقنع المريض بعلاجه، ممكن دكتور يعني على الله حكايته بس مخلي المريض طالع من العياده مقتنع ان الدكتور ده 100%. وكمان لازم يكون عندك علاقات كويسه. العلاقات في اي مجال هتفتح لك مجال كتير جدا في الشغل، بس لو انت مش شاطر كفايه مش هتعرف تكمل في الفرص دي، فلازم مع العلاقات تكون انت شاطر كفايه. طيب طب اسنان بتكسب فلوس، ها صح ولا ايه؟ ما حدش مقتنع بالموضوع ده. طيب هو عموما مستقبل اي مهنه في الدنيا بيعتمد على الشخص اللي بيقوم بالمهنه دي، يعني سواء انت دكتور او اي شغلانه تانية، انت مهم ان انت تكون الانسان نفسه كويس، بيعمل الشغل بما يرضي ربنا، بيعمل الشغل بكفاءه، بيطور من نفسه، ما بيسيبش نفسه كده الحاجات تقدم عليه وهو لسه زي ما هو. فايا كانت الشغل اللي انت هتشتغلها سواء اسنان او غيرها، وحتى لو كان سوق العمل مزدحم وكل الكلام ده، انت لما تشتغل على نفسك وتتعلم وتكون متميز في المجال بتاعك ده هيخليك تقبض كويس. ما تخافش، ال 2800 جنيه بتوع الامتياز دول هيزيدوا، يعني ما تخافش خالص. نيجي بقى لحياتنا خلال فترة الكلية. انت اول ما تدخل الكلية هتلاقي فئتين من الطلبة، في اللي بيحسب نفسه ان هو لسه في ثانوية عامة واخد الموضوع جد الجد، وفي اللي قرر ان هو يعيش حياته، مش يعيشها بمعنى ان هو يهمل المذاكرة، لا هو هيذاكر برضه بس مش كل وقته للمذاكرة. يعني هو هيدرك ان الخمس سنين بتوع الكلية هم اهم خمس سنين في حياة اي شخص، هم دول اللي هيكونوا شخصيته بعدين، فهو هيستغلهم بان هو يجرب حاجات جديدة، ان هو يطور من نفسه، بان هو يعمل علاقات جديدة. يعني اهم سنتين بالنسبه لك هم اول سنتين في الكليه، لان دول هيكونوا قبل ما شغل العيادات بقى والزحمه تبدا، فانت عندك فرصه ان انت تطور من نفسك زي برامج التنميه المستدامه اللي بالفعل نظمها المؤتمر النهارده، زي الاس بي يو والاس دي اس واللام في الاس دي اس بي. انا بدات من 6 سنين تقريبا، دخلت المكتبه هنا في الاس بي يو، ومن ساعتها وانا كملت في الطريق بتاع العمل التطوعي، ولا مره ولا سنه العمل التطوعي اثر عليا في دراستي، والحمد لله تقدر تشتغل وتعمل عمل تطوعي وتجيب امتياز في الكليه كمان. نيجي بقى لعيوب الكليه. احنا عندنا في الكليه عيب صغير قد كده، وهو ان الكليه بتستنزفك ماديا وجسديا وكل حاجه. يعني حرفيا الكليه هتفلسك انت واهلك والجيران وكل الحاجات دي، عشان عندنا اسعار الماتيريال بتبقى غاليه حبتين، وكمان بتستنزفك جسديا، العيادات بتاخد منك مجهود، وكمان عشان احنا اغلبنا بنقعد غلط على الكرسي فبنطلع من العيادات اصلا احنا مش حاسين بظهرنا ولا اجدحه مرات تسعينيه. وكمان ان عندنا حاجه اسمها ان احنا بندور على الحاله اللي احنا هنشتغلها. هي الكليه والله بتساعدنا ساعات ان احنا نلاقي حالات، بس في الاغلب احنا اللي بنجتهد، وده بيكون صعب عشان هم بيكونوا عايزين حالات بمواصفات معينه، فانت هتفضل تدور في الاخر الدكتور هيقول لك ما ينفعش. عشان كده بعد كل احنا حكيناه قلت اسال كل واحد في الكليه لو رجع بيه الزمن هيدخل اسنان تاني ولا لا، فتعالي نشوف قالوا ايه. انا عارفه ان في كتير منكم جايين النهارده بالذات عشان يسمعوا اسنان، وعارفه ان هي حلم كتير منكم، بس ممكن ما تحققش الحلم ده. طبيعي ممكن تزعل شويه، خد وقتك في الزعل، انا مش جايه اقول لك ان ما تزعلش، بس خليك عارف ان دي مش نهايه الدنيا.
يعني مثلا انا هحكي لكم موقف حصل معايا. كان في بنوته اعرفها السنه اللي فاتت كانت في ثانويه عامه، كان نفسها تخش اسنان جدا لدرجه ان انا بحس ان هيحصل لها حاجه لو ما دخلتش اسنان، بس ربنا ما قررتش ان هي تخش اسنان، وطبيعي زعلت وكل حاجه. بس الجميل في الامر ان لقيتها من فتره قريبه بتكلمني قد ايه هي مبسوطه في كليتها، وقد ايه هي كانت متاثره اصلا بكلام اهلها، وما كانتش حاسه فعلا ان هي لو دخلت اسنان كانت هتبقى احسن حاجه ليها. فانا عايزه اقول لك ان شغفك وطموحك الحقيقي مش هو شغفك بتاع الثانويه العامه، انت لسه لما تدخل الكلية أيا كانت الكلية أنت لسه هتكتشف نفسك، هتعرف فعلا أنت عايز إيه، وهتدرك قد إيه أنت كنت متأثر بكلام المجتمع عن الكليات القمة، أنت لازم طب، أنت لازم هندسة وكل الحاجات دي، فهتدرك فعلا المعنى الحقيقي للخيرة فيما اختاره الله. كمان دليل على كلامي شوف قد ايه دكاتره يعني بعد ما اتخرجت عملت كارير شيفت اصلا، رحت اشتغلت في البيزنس او اي حاجات تانية. فانا عايزه اقول لك ان انت بس اللي هتقرر تكون ناجح او لا، مش الكليه، مش الظروف، مش اهلك، مش المجتمع، انت بس اللي هتظهر وهتتعب عشان تذاكر المواد بتاعت كل سنين الكليه، انت بس اللي لازم يكون عندك طاقه وشغف انك تكمل اللي بداته ايا كان ايه. شكرا. عايزه اقول لكم ان دي الكونتاكتس بتاعتي، ما حدش ممكن تصوروها بالموبايل، ما حدش يتردد ان هو يخش يسالني عن اي حاجه في الكليه في اي وقت، ودي الكيو ار كود ممكن تعملوا لها سكان، خش اسالني في اي وقت.